انا وانور جرينا وراهم من البدرشين، رجعوا من طريق ابو ربع لما قطعنا الطريق من عند ابو ربع هناك. لا لف ورجعوا خدوا الطريق بتاع ابو ربع البدرشين تاني. ايوه. دخلوا من شارع عباس عناني على الاجهزيه، ومن الاجهزيه طلعوا على على الطريق المروتيه. ومن المروتيه جم على هنا. لما دخلوا على هنا كل ده وانت بتطردهم انت وانور بس، وكان كان معاكم هشام بيه ولا كان لسه هشام؟ ما كانش، لا ما كانش معانا هشام بيه، كان معانا محمود بيه عبد عليم. وكان معانا وائل بيه ومحمد بيه، معاهم مباحث اسم الحوامديه. دول طردوا معانا وضربوا نار. دول تواجدوا بالصدفه ولا بناء على ايه؟ بناء على ان في ناس من اهالي البدرشين واللجان الشعبيه، انا كنت بمر انا واشرف بالليل، انا وانور بالليل مسؤولين عن الكابلات. بكابتن الحاج اشرف الجيار مبلغنا بالمهمه دي. ولما طلعنا المر بالليل حصل ان انا بفوق انا وانور لقينا واحد نازل البلاعه. وفي شاهد عيان واحد معايا من السوق شغال غفير في السوق. قال لي يا عم علي في واحد نزل البلاعه دلوقتي. قلت له طب انا هطلع اجيب الكمين من بره. حصل. طلعنا نجيب الكمين من بره، لقينا اهالي من البدرشين متواجدين عند الكمين بره. بيبلغوا الضباط. اعتقد الكابل بيتسحب من عند جمعيه السمك. وانا واقف عند مدرسه صنايع يا حاج اشرف، انا وانور. انور عمر الفرد وهيضرب، ونقول له لا لان في خمسه مسلحين ببنادق الي. مع ان خدوا الكابل وجريوا، كانت المباحث كانت اللي بيجيبوا المباحث من بره لسه ما جوش. ابتدى بوكس يطلع من طريق ابو ربع، يقفل من طريق ابو ربع، واحد دخل من البدرشين. وده اللي حصل معانا يا حاج سيد. لحد ما وصلوا لحد هنا. لغايه ما وصلوا لغايه هنا، في اختلاف حصل هنا يا حاج سيد. قلبين ما بين بعض. قلبين ما بين بعض يا حاج سيد. شكل واحد. قلبين شكل واحد. هما هو المفروض ان احنا في علاب واحد بس اللي هو تم ضبطه حاليا في الحته الزراعيه اللي عند ابو حموده، رشاح ابو حموده، رشاح ابو حموده. ده المجني عليه اللي هو اللي عمل المشكله. قصدك المتهم؟ المتهم. اما بالنسبه للثاني فهو اتظلم بناء على ان العربيه تشبه للعربيه. شكل. خدت الحاج اشرف الجيار وانور والحاج صلاح الجعودي. صلاح الجعودي. وطلعت انا والحاج اشرف ندور على الكابل مرمي فين، اتجاه ما كنا جايين يا جماعه. رجعنا مطرح ما كنا جايين، فوجئنا بسياره نفس المواصفات غرزه بطريق زراعي. اللي هي اللي واقفه هناك دي. اللي واقفه هناك دي. فانا بقول للظابط يا باشا في عربيه غرزه هناك. قال لي بس تعالى نشوف العربيه دي. فوجئنا ان هي السياره طريق الصرف الصحي. فوجئنا ان هي السياره الشرق الغرب. طريق الغرب غرب الرشاق. كابلات وادي الكابلات حضرتك في الترعه اهوت. صورناه. وانا جيت انزل اجيبه الظابط منعني. ما هو طبعا عايز يعمل له معاينه وكده. الظابط محمود، الظابط محمود عبد العليم ده من اهالي البدرشين، هو كان موجود تواجد في المنطقه ازاي وتواجد في المطار ازاي؟ الاستاذ محمود عبد العليم كان متواجد معانا. محمود احمد عبد العليم. احمد عبد العليم كان متواجد معانا في الكمين بره على البحر. كان موجود كظابط يعني. كان ظابط امن. طلع له جماعه من اهالي البدرشين من الجماعه اللي بيقعدوا على القهوه بتاع يعني، شارك معاكم في المطار. شارك معانا وضرب واتضرب عليه. تمام. ومحمد بيه ضرب خزنه بحالها واتضرب عليه بتاع الحوامديه، ووائل بيه ضرب واتضرب عليه. بس في عيال دلوقتي مقبوض عليهم وخدتهم الداخليه. في اثنين مقبوض عليهم هنا. هو في واحد. ايه؟ كانوا الاثنين دول. الاثنين يا سعاده البيت. بعد حضرتك ابو الدهق يا راجل. يا استاذ سيد. ايوه. الاولاني اللي اتقبض عليه اللي هو اول واحد سد على العربيه الاولانيه ده ملوش في القصه خالص. خلاص بقى احنا عرفنا الحكايه دي، انا بتكلم دلوقتي على اثنين من اللي ضربوا عليهم نار وموتوا. نقلوهم من هنا ولا لسه موجودين هنا؟ بتاخدوا في البوكس. تمام. صح؟ اللي انتوا اتفقتوا معاه امبارح ان اللجان الشعبيه تتولى التامين. اللي هو الحاج اشرف جابهولي. يعني اللجان الشعبيه طلعوا رجاله يعني. بيقول لك اللجان الشعبيه بلطجيه. يعني بوصل له رساله دلوقتي، ادي اللجان الشعبيه واقفه اهي. ايوه. اللجان الشعبيه هم اللي بيحموا البلد، اللجان الشعبيه هم اللي بيحافظوا على المال العام. ايوه. ويا اللي بتقول بلطجي سعادتك نايم في سابع نومك. هم دول رجال الحاج اشرف الجيار بلطجي اللجان الشعبيه، موظف الجهاز المركزي للمحاسبات وعلى درجه عاليه جدا من الكفاءه والاخلاق.